وصلنا لرسالة الحلقة. على الرغم من اللي حصل في السودان، في بعض الناس ما جاتهم العظة والعبرة لحد هسي. والله صحيح يا ناس، أكتر من الحرب والقتل والموت بالجملة، تاني مفروض يحصل شنو عشان الناس تخلي شغل العوار اللي كان زمان؟ المهم من الابتلاءات مسلسلات رمضان، وبدل ما تكون الدراما هادفة ومتسقة مع الدين والقيم والأخلاق الإسلامية، بقت مع الأسف العكس. ها في مسلسل عامل ضجة بسبب الصورة الفاضحة اللي طلعت من المسلسل ده، اللي ما بتشبه عاداتنا وقيمنا كسودانيين. نصيحة للقائمين على المسلسل ده إنه الناس تتقي الله، لأنه كل حاجة حتجي في صحائف الأعمال، والناس في رمضان تقبل على الله ما العكس. وإنتوا متذكرين رمضان الفات بديناه بالحاجات دي وبما لا يرضي الله، وختمناه مشردين برا بيوتنا. خلونا مع الرسالة الشافية الوافية دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ما حوجه رسالة لزول صغير وأقول له زول صغير اتقي الله ويا زول صغير، لأنه الحال يغني عن الكلام، الحال يغني عن المقال. يعني إنت بلدك الآن بتمر بأسوأ حقبة في تاريخها القديم والحديث. الشيء الحاصل في السودان الآن ده، والحاصل لأهل السودان، ما أظن حصل لهم من الله خلق السودان ده في تاريخ القديم أو في تاريخ الحديث. يعني إنت شايف الدماء تسيل، وشايف الأعراض تنتهك، وشايف أهلك يتشردوا ويتنزحوا وفقدوا أموالهم وفقدوا بيوتهم. تجي تطلع لك دراما حقيرة بالصورة شفناها دي، راقد مع بنت أجنبية في سرير بطريقة مخلة ما حصلت في تاريخ الدراما السودانية ذاته، وصور ذاته يعني حاجات ما بتشبهنا ولا بتشبه عاداتنا، واللي بيشوف ذاته يعني بيشوف المشاهد بيقول والله السودان عايش في نعيم وفي خير. يا أخي أنا رسالتي ما لي ذول صغير، رسالتي للمواطن السوداني. يا أخي قاطع ذول صغير ده، قاطعه. الزول ده الآن تدخل صفحة عنده 1,800,000 متابع من السودانيين. ليه؟ نحن نقاطع أولا إرضاء لله سبحانه وتعالى، نقاطع لأن الحاجات دي بتجيب لنا البلاء. يا أخي بتجيب لنا البلاء. يا أخي ده ما زاد وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. نحن صدقت حاجات ما زاد، وشنو غير التدني الأخلاقي اللي حصل لنا ده؟ هل نحن ناقصين مشاهد زي دي ولا ناقصين صور زي دي؟ والله المستعان، أنا رسالتي لأي سوداني قاطع الزول ده، يا أخي خش لي صفحته، عمل الله حضر، يا أخي عمل الله بلاغة، عمل الله أي حاجة يا أخي، معذرة لله سبحانه وتعالى. وزاته عشان ما نحن حسب نتكلم ودي ما هنا ونمشي نحضر المسلسل بندي، والآن من وسائل التسويق للحاجة حقت الزول إنه يثير الرأي العام. الآن هو أثار الرأي العام، فالمسلسل حقته دي بيجي عنده سكور عالي. نحن نقاطعه، المقاطعة ده سلاح ناجح جدا. قاطع الزول ده، لا تسمع ليه ولا تحضر ليه ولا تشترك في قناته ولا أي حاجة. ونسأل ربنا أن يصلح حال السودان، يا نسأل الله أن يصلح حال السودان ويصلح حال العباد والبلاد، وربنا يرفع الأمة ويرفع البلاء. وفي رسائل تانية أنه رمضان بيذكرنا بقيمنا السودانية، قيم التكافل والتكاتف، أنه نتفقد إخوتنا النازحين في رمضان وفي هذا الشهر الفضيل. ورسالة برضو للبرهان إنه قيادات قواتنا المسلحة سابقا، المشير البشير ورفاقه، الآن بيتعرضوا للموت البطيء، وإنه قواتنا المسلحة وقيادات لا يليق إنه نعاملهم هذا التعامل، لازم يلقى رعاية صحية أفضل ويتم نقله لمكان مناسب.